احنا اليوم عندنا يوم طبي بالتعاون مع الاغاثه الطبيه واليوم احنا الدكاتره اجوا من الصبحيات وعملوا فحص دم وفحص سريري وفحص قدم للاطفال وفحص اسنان. وكان احنا اصلا كنا مهيئين للاطفال انه اليوم في عندنا فحص، فالاطفال كانوا متشجعين واليوم ما حدا منهم غاب وانبسطوا انه اليوم في عندهم فحص. وكمان حكوا لهم عن كيف انه الطفل يعتني باسنانه وينظف اسنانه ويفرش اسنانه كل يوم. وبنتمنى من الاهالي كمان انه كمان هدول الاهالي يتعاونوا معنا بطريقه تفريش الاسنان للاطفال لاسنانهم مشان يتعود الطفل من صغره، لانه الاسنان شيء مهم اساسي للاطفال ولصحتهم وسلامتهم. وان شاء الله رح نبعث الفحوصات للاهالي مع الاطفال ويكون في لهم ملف كمان في داخل الروضه لقدام. ونشكر تلفزيون الفجر وبنشكر الإغاثة الطبية والأطباء والصبايا والأطفال كمان، وشكرا لكم يعطيكم العافية. احنا جايين يوم طبي في روضة زهور شويكة عشان نقوم بيوم طبي فحص طبيب عام وفحص مختبر نسبة الدم. احنا منحب انه الروضات على اساس انه اذا في اي مرض اي اشي نكتشفه مبكر، فحص الدم على اساس اذا في فقر دم لانه بنتشر كثير في الروضات، على اساس نحاولهم على الاغاثه يعملوا فحص كامل نكتشف الحالات المبكره للانيميا اي مرض كان يعني.